أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، واللي غيكون عبارة عن جولة في أبرز وأهم الشوارع وأزقة مدينة الدار البيضاء باش ننقل لكم الأجواء الهادئة وتشوفوا معنا أشنو متوقع بالليل في هذه اللحظات. مستبع قناة شوف تيفي، يلا تلحقوني في هاد اللحظات. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء، واللي غيكون عبارة عن أبرز وأهم أزقة مدينة الدار البيضاء باش ننقل لكم أجواء وننقل لكم أشنو متوقع بالليل. إذا بقاو معنا باش تعرفوا شنو واقع. الناس اللي متابعينا في هذا المباشر انهم يتفاعلوا معنا خلال التعليقات ويعطيونا اقتراحاتهم على المناطق او الاحياء اللي يبغيونا نقوم فيهم بواحد الجوله ليليه ونقلوا لهم الاجواء. تتبع قناة شوف تيفي تبدا تشوفوا معنا الأجواء الهادئة اللي تتعافها الشوارع أزقة مدينة الدار البيضاء ليلا، والآن الساعة تقريبا 3 3 جولوت. تبدا تشوفوا الأجواء الهادئة اللي تتعافها شوارع مدينة الدار البيضاء. إذا مستمعي قناة شوف تيفي استودعكم الله، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.